النهاردة نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية عملت قرار بإحالة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسنين الشهير بنائب الجن وبقية المتهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بتمويل وتهريب الآثار. القضية طبعا المعروفة إعلاميا بالآثار الكبرى، كلنا تابعنا قرار قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة بحبس رجل أعمال حسن راتب 45 يوم على ذمة التحقيقات، وده لاتهامه بتمويل تشكيل عصابي بيتزعمه نائب الجن والعفاريت علاء حسنين لتمويل وتهريب الآثار. هذه القضية طبعا بقالنا فترة طويلة بنتكلم فيها. كمان النيابة قررت حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات وطالبت بسرعة التحريات حوالين الموضوع ده وحواليه بالذات، وجهت تهم التمويل علاء حسنين المعروف طبعا انه مش عاوز اكررها كتير، ولكن يعني علاء حسنين بالذات يعني كان في كلام كتير حواليه. وجهت النيابة حسن راتب باعترافات النائب علاء حسنين، وتضمنت انه راتب مواله ماديا في عمليات تنقيب الآثار، والتحقيقات النيابة كشفت عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسنين وشقيقه في التنقيب عن الآثار، وهو ما أكده شقيق علاء حسنين في اعترافاته عن تورط رجل الأعمال حسن راتب في دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.